لم تسعفهم أظافرهم الناعمة وملامحهم البريئة في تجنب التعرض لإحدى أكبر المآسي في عام 2019، محاولين أخذ أدوار الكبار الذين انطلقوا بحثا عن خيمة ودفء للعائلة، بينما يجهز الأطفال أرضها بحجارة يجمعونها من رأس الجبل الذي سكنوه. 220 ألف شخص نزحوا إلى الشمال السوري نتيجة استمرار الحملة العسكرية والقصف الروسي على المناطق الجنوبية والشرقية من محافظة إدلب، وسط انعدام شبه تام في الخدمات الإنسانية. هلق لحنا عم نعمل هيك مشان نسهل محل الخيمة ونحط غراضنا جوا ونستقر ونبرك. صار هونيك بضيعتنا صارت تضرب علينا الطيران وتقدم الجيش صار بالغدفة وما قال نحسن نبرق ونشلنا وجينا. حالة من الضياع والتخبط أصابت النازحين حديثا إلى الشمال السوري بعد امتلاء أكثر من 250 بلدة ومخيما لتصبح الخيمة حلما يجمع أفراد العائلة قرب مدفأة واحدة، بينما تعيش أكثر من 1000 عائلة نازحة في السيارات يلقون نظراتهم منها محاولين جمع شتات أفكارهم البريئة لترجمة الواقع من حولهم. قاعدين بالسيارة لا غطا ولا وطا، شخفة شاجر مشمع غطين حالنا وقاعدين به، ايه والأولاد طعن هالبرد والجو قاتلهم تقريبا، طعنا تحت القصف تحت البلاوي تحت يعني وانهزمنا، عملنا بايض ضيع النهار وبايض ضيع النهار، صرنا 3-4 أيام. على أنقاض أمل منطفئ يعيش النازحون الجدد، فرقعة النزوح تتوسع والحملة العسكرية مستمرة. الوحل هذا الوحل ضليت 3 أيام شايف هذا الوحليه ملطاصة لهم بالطين وأبكي وأنا مريضة، معي سكر معي ضغط معي من كل الأمراض، ضليت 3 أيام تحت المطر غراضنا ما صرنا شادير نبركين تحت الحيط والشادر بنينا هيك تحت فوق الأولاد، بركنا الأولاد تحت الخرايكي وبركنا نحن، أنا ضلينا يومين بلا أكل. أخي الوضع كتير للتعب، بحاجة لكل شيء، لا خيام، بحاجة لا مدافع، بحاجة لا كل شيء، يعني الوضع سيء لا يزال سيء في العباد تحت السماء والطريق. وافقت الأمم المتحدة على خطة طوارئ مخصصة للنزوح الأخير من الجنوب والشرق لمحافظة إدلب بقيمة 10 ملايين دولار، لكن الخطة لم تنفذ حتى اللحظة بحسب المنظمات السورية التي حذرت من أي موجات نزوح جديدة، ليمتد قاموس المأساة ويتضخم حين يجبر النازحون على الانتقال من مناطقهم إلى نزوح ثان وثالث وربما أكثر، هاربون من الموت بالصواريخ والطائرات إلى أمطار وطين وسكن في العراء، مع استمرار موجات النزوح الكبيرة والعشوائية باتجاه الشمال السوري. لتلفزيون سوريا مسلم سيد عيسى، شمالية محافظة إدلب.